راح اعطيكم قصه وتحاولوا تكملوا معايا وتضيفوا على قولتهم ايش المكتوب في الورقه. ايش قاعد تاكل انت؟ ودي قهوه يا اخي. والله طلع اللي مكتوب في الورقه تكملوا معايا في نفس القصه اللي اعطيتكم اياها، احشيها بطريقتك. تمام، يلا كل واحد تفضل. كل واحد ياخذ ورقه. ايه ممتاز. ابدا اجيب قصه من عندي؟ لا لا لا، انا بعطيك قصه وانت كمل عليها. خذ يا ماجد. تعطي يعني ما شاء الله تفتح مسار هذه مسويه في البيت. إيه لما اقول لك يا ماجد افتح، يوسف افتح، محضار افتح، وهكذا. بسم الله وعلى بركه الله. في يوم من الايام كنت مارا او ماشيا او محلقا في هذه السماء. باللغه العربيه؟ نعم، لغه عربيه. ترى لجنه التحكيم عندنا فار وحنرجع له. فجاه وانا احلق في سماء الإبداع، رأيت صقرا بجانبي محلقا نفس تحليقتي. تفضل يوسف. وكان صقرا كبيرا ولكن طاح الفأس بالرأس. نعم كمل. فقد طاح الصقر وبدأ دمه يسيل في الأرض، وبديت أبكي لما أراه في هذا الصقر من دماء وأشلى تتلاشى في هذه الأرض. ولكن وأنا شفت هذا المنظر نزلت من السماء مسرعا، فهبطت هبطة لم أهبطها من قبل. لذلك قررت يا ماجد. وبعد أن هبطت، وريني كلمة. وبعد أن هبطت ذكر مسلسل، تذكرت مسلسل ماسة، تذكرت مسلسل ماسة، وما كان بي إلا أن أركض جريا نحو البيت، وما قصدت سوى التلفاز. أنت كنت صقر قمت تركض. ذكرني بمسلسل ماسة، وما إن فتحت ماسة ديت بإبراهيم النقيب وبرنامج مركز الدار، وإذ بي أرى نفسي. أرى نفسه، وبعد أن رأى نفسه شاف بعض الملاحظات، قال لازم أطور من نفسي وأثبت للجمهور إني أنا فعلا مجدي. إنه أنا فعلا إنسان جيد. إنسان جيد، وما أقول إلا كما قال الشاعر: رب أخ لك لم تلده أمك، فإن الأخوة كنز لا يفنى في سماء العمر. إيش دخلها في إيش دخلها في الإعلام؟ والإعلام مساحة كبيرة. هناك لجنة ستوريك شغلك بعد قليل. محضار رد علي. فنظرت إليه. لا من الورقة. الله يسلمك. فنظرت إليه وقال لي: قول سماجة. فقلت له: لا أعرف السماجات. فقال لي: اذهب بعيدا وحلق وارتقي ثم انزل، التفت يمينا واذهب شمالا، ناظر الى الوراء، ناظر الى الوراء وناظر الى الامام. ناظر الى الوراء ايش يعني؟ كذا التفت وناظر الى الوراء ثم ناظر الى الامام، وقول: هنا انتهت القصه. الله 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 الله. إذن مشاهدي الكرام، لجنة التحكيم في الكنترول يقولوا الفريق الفائز إلى الآن هو فريق يوسف باسلوم. الله عبد مويه. الله 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 الله. هم هنا الخطأين اللي صاروا فيها. لا هنلعبها هنكمل ترى. إيش الخطأين؟ الخطأين أو الخطأان أو الخطأتين اللي ارتكبوها هي ما قلت شعر. انت قول لازم مكتوب الطلب. ايش الطلب المكتوب؟ نكتب شعر. وما اقول الا كما قال الشاعر. قلت رب اخ لك لم تلد امك. مو شعر اذا الله ينفع بك. اجل ايش؟ لا لا مو شعر، هذا مثل. مثل مثل هذا. الله يبارك فيك. هذا خطا مجدي، والخطا اللي ارتكبه إنه انا اغلط؟ اي نعم مجدي. ماجد ما ذكرت اسم المسلسل. الطلب انك تذكر مسلسل من مسلسلات ماسا وتدخله في القصه. اها نعم. انا ما فهمت يمكن الموضوع. الان نرجع من جديد. محضار خذ ورقتين. يعني واحد لا دقيقة، هو مكتوب ذكرني بمسلسل ماس. طيب الأوراق نفتحها من الآن ولا وقت ما تقول؟ ما قال لي ذكرني بمسلسل. بعدين مو ماسة. لا بعدين ماسة ماسة ماسة. طيب لا دقيقة، هذه حقي هذه. يلا على بركة الله. أنا ما عندي ما عندي. نبدأ الآن القصة الثانية. بينما أنا كنت نائما حلمت زي واحد يحلم
وزي واحد عنده أهداف في الحياة، ولكن هدفه في الحياة طلع إيش؟ طلع تسلل. كمل يا مجدي. الآن هدفي في الحياة طلع تسلل، وماذا بعد؟ ولكن لماذا طلع أفسايد؟ لماذا طلع أفسايد؟ لأنك عربي. كنت نحفان. نحفان. نعم. نحفان. نعم. وفرحان. نعم. وتعبان وزهقان. على نحفان. وطفشان وكلمان وفعلان. إذن. وزيران. نعم. أنت حتجيب العيدان، فعشان كذا لازم نختم من عندك قبل ما يجينا كفان وبوكسان. نظرت إلى مجدي وأنه التعبير أحس أنه يعني يفتقد إلى شيء وعنصر أساسي عند المحضار. إيش اللي افتقده مجدي؟ افتقد المصداقية في الموضوع. ولأنه لما افتقد المصداقية جاء في باله نشيد. يا أستاذ، أو جاء في بالي نشيد. لغة عربية. جاء في بالي نشيد لما شفته، قلت الله الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام، هات المرام هات المرام، واذهب معي في لأحلم في المنام. هذا على أي مقام؟ مقام البنجكة. البنجكة. شكرا. شكلك ما حتترشح معنا. شكلك ما حتترشح معنا، لكن بما أنه قال المقام كمل، أعطينا المقام اللي عندك. والله هو مقام لن يفهمه الكثير من الناس. إيش مكتوب؟ موقف محرج. نعم. كنت أسير في ذات يوم. لا لا لا، ولا أسير ولا عصير. كمل على المقام. يا سلام يا سلام يا سلام، وإذ بي أجري وأركض وأركض، وأرى يمنة ويسرى، وإذ برهط من الناس. أوه. قوم ما دون العشرة. نعم. متجمعون وينظرون إلى شيء ما، وهم هلعون خائفون. وإذ بي أشاركهم النظرات، وأرى من بعيد أجلكم الله بكلب مقبل والكل خائف منه. وإذ بي أمشي وكأني أنتر زماني، وما التفت إلى الخلف، وأجد الكل يركض، وأنظر الأمام إلى الكلب راكض علي. والله إني أركض أركض أركض، وجدت سيارة مفتوحة لا أعلم هي لمن، ونقزت من الشباك. نقزت. نعم، أي قفزت قفزت من النافذة، وحضنت السائق وقلت له ألا وصلتني معك. وين الموقف المحرج؟ أحرجت نفسي بأني دخلت في سيارة. الله عليك. في نفس السيارة يا يوسف، وفي نفس السيارة على قول المثل، سبقني وبقها وسبقني واشتكى. سبقني وبقى. إيش يقول؟ ضربني وبكى وسبقني واشتكى. يقول لك على قول المثل، ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هنا طبعا مكتوب على قول المثل يعني. أي. فهذا ينطبق على ما أخذ بالحياة من الأخ ماجد. وانطلق هو والسائق في جولة في هذه البراري، ولكن بعدما ذهب الكلب وذهب الرهط من الناس، بقي ماجد يتأمل في هذه الصحراء ويرى هذا التراب ويأخذه بيده. بس لأن عارف إذا أخذ التراب معاه في يده واضح حد يدور بوكس مش طبيعي. إذن شكرا يوسف، شكرا محضار. كفى عافية. أنت بس ركضت، ها؟ أنت كل أمثلة ركض ورهط. أيه. وما هرعته، ها؟ ونقزته. قال ونقزته. قفزته قفزته. مجدي، إذا الجولة هذه فيها كمية مشاكل، فعشان كذا تعادل 0-0.